سألتنا للمعلمين تذكرون مال البحرين؟ تذكرون مال البحرين؟ تذكرون ولا؟ كنا تلعب تنكار اليوم مال قدسية كربلاء، كنا دائما تسلم مريض دق موسيقى وانتم يا المعلمين. احنا الحرين، احنا الحرين، احنا ترى وحتى مع الاعلاميين ولا قناة اعلامية هنا ولا قناة كلها تطلع لي مال الاربعينية وتطلع لي سوالف لعب وغيره، لكن الاحرار نريد هالبلد تخلص من عبودية السياسيين والمعممين وغيرهم. وين الاعلاميين راحوا؟ بس قناة واحدة ما اعرفها، يا قناة ما اعرف حتى لو قم بها، ما اعرف يا قناة ولا قناة جت دعمتها من يوم 27/9 مال وسام الحجسة ولا قناة. لكن انتم والحسين مالكم غيرة شرف، ما كنا غير شرف، احنا كنا احرار لا حزب ولا اي واحد نتبع، احنا مدنيين مدنيين، احنا ما نتبع اي واحد. هم يقولون نص المظاهرات مسيسه وبها اطراف منا منا كذب، ماكو مسيسه، هذول كلهم شباب، كل من تعبان يعني لا شغل لا عمل لا تعيين، كل شيء ماكو. من نجي هنا نطالب حقوقنا يجيك ابو مكافحه الشغب العفو شو يقول له؟ يقول له فعلي بخوات مطلع جيبه، جابه ولد من تموز البارحه كسرات كسر بالدونكيات وبالنتالات ويصيح لبيك يا عراق، وهذا يقول ايش في عراق ويدق عليه هنا البارحه وما خلونا نصور، واللي يصور له يطير يجيبوه لين يصوروا. هذول اذا هم كانوا يحاربون داعش اليوم يحاربون بينا، احنا شباب نريد تغيير، نريد نخلص من دستورنا، من هاي الحراميه اللي سووا دستور على موجهم اليوم وباكر ماكو رجعه، لو حياه كريمه لو موت من الاخر، وما لنا رجعه ابدا ابدا. اليوم الكوت طلعت عن بكره ابيها، وان شاء الله مو بس مسانده للمظاهرات اللي صارت بساحه التحرير، وانما الناس هاي طلعت واحنا طلعنا على مود هاي الشباب اللي ما لها مستقبل، واذا بقى هذا الحال مثل ما هو بعد ماكو مستقبل ولا اكو نتيجه. ملينا يوميا يضحكون على العالم ويضحكون على الناس بهاي الاشياء اللي عندهم وهاي الحجج الواهيه، بعد الناس ملت، تريد تغيير حقيقي، تغيير جذري، وان شاء الله راح يتحقق. أبدأ مقولتي بكلمة رائعة، مصائب قوم لقوم فواده. الكل سياسي يطلع بالتلفزيون احنا هذا ما يمثلنا، الكل سياسي يطلع يركب الموجة ويقول هاي المتظاهرات تابعة للتيار الفلاني او الحزب الفلاني او الشخص الفلاني، هذا ما يمثل المتظاهرين. المتظاهرين اليوم خرجت مطالبة بأبسط حقوقها، الماء والكهرباء، الوطن مسلوب، الحقوق مسلوبة، الأيتام ترست الشوارع. كل سياسي يطلع على اي قناة، على اي قناة فضائية ما يمثلني، ان كان سائرون وان كان الحكمة وان كان حزب الدعوة لا يمثلني احد. خاف تركب الموجة، خلنا احكي لك بلهجتنا، تركب الموجة وتجي وياي وتقول انا متظاهر، لا انا متظاهر عليك وعلى شخصك وعلى ادائك وعلى مصاص الدماء اللي انت واحد من يومهم. ارجو الى جميع الاخوة الصحفيين ان يكونون حديين، ان يجون لهاي المظاهرات، ان يجون يشوفون الشباب هاي شلون جاي تتكتل، هذا الدم العراقي ايش وقت يحركك. الناشط المدني رساله لك، كافي لعب على الناس، هذا اللي يعطيك 100 دولار تروح الحزب الفلاني السقطه، واللي يعطيك 100 دولار لا تروح للحزب الفلاني السقطه. الاعلاميين كافي، دمرتوا الشعب، الشباب راحت، حرام عليكم، حرام عليكم. رسالتي الاخيره الى مرجعنا، مرجعنا اعطينا فتوى سقطهم، صح ماكو احسن من يومهم، وصح نحير شو نخلي، بس اكو قاده سياسيين واكو قاده ما موجودين بالاعلام واكو قاده بالعسكر هم كفيلين لقاده هذا الشعب. كافي، دمرتوا الشعب، الله ينتقم من يومكم. الصح كله بوجه كل ظلام، ما راد الخضوع، الذله تقتلكم،
حسين حسين الصاح ذل حسين الصاح كله بوجه كرم اللام ما راد الخضوع الذلة بتبكم دخل نطلع مشي دخل نطلع مشي والروح درب حسين دخل نطلع مشي والروح درب حسين دخل نطلع مشي والروح درب حسين من كربلاء من خلاع طلعت كم دخل نطلع مشي دخل نطلع مشي والروح درب حسين من كربلاء من خضراء طلعت كم دخل نطلع مشي والروح درب حسين من كربلاء من خضراء طلعت كم أهلي يا ليتنا أهلي يا ليتنا أهلي يا ليتنا أهلي يا ليتنا مو صار هذا اليوم شمتاني بعد ما تقول لي شو تقول لي أهلي يا ليتنا أهلي يا ليتنا مو صار هذا اليوم شبتاني بعد ما تقلش تقلي واجب تنتفض واجب تنتفض السكتة ما تراد جرحك يا وطن بالقلب يجرحني اليوم هاي التظاهرة اللي تضم أبناء مدينة الكوت هاي التظاهرة العفوية هاي التظاهرة الشبابية التظاهرة من أجل المطالبة بالحقوق أحب أوجه رسالة إلى منظمات المجتمع المدني بما أنه أنتم منظمات المجتمع المدني فقط تأخذون سيلفي وصور ومؤتمرات وندوات وسفرات ليش اليوم ما تقودون مثل هاي التظاهرات اللي تطالب بحقوق المواطن لما بعدين أنت فقط آني ناشط مدني وهوية وصور وكذا شنو فايدتك أنت لهذا الشعب اليوم كل طبقات المجتمع اليوم تشارك بهاي التظاهرة كل مواطن شريف يشارك بهاي التظاهرة خلاص طفح الكيل المواطن اليوم تهدم تهديم المنازل سلب الحقوق ضياع مستقبل لشباب أكثر هذا الشباب اليوم بلا مستقبل مشكلة الخريجين مشكلة البطالة المستشرية هاي رسالة موجهة إلى كل مواطن شريف هاي ثورة شعبية عفوية تحمل بطياتها كل المطالب وكل الحقوق اللي سلبت احنا بالنتيجة عراقيين ليش ما نوصل إلى مصافي الدول المتقدمة ليش لا زال العراق راجع إلى الوراء بالوقت اللي دول الخليج ودول غير دول هي متطورة لا احنا أهل النفط ومن حقنا أن نطالب بحقوقنا هذا كل ما أريد أوصله إلى المجتمع الدولي وإلى الحكومة العراقية وإلى كل مواطن حر وشريف. مظاهرة سلمية لا طالع نتعارك ولا نضرب ولا نحرق وما نسوي أي شيء إحنا والشرطة كلها أخواننا كلها ولد منطقة واحدة وولد عمنا وإخواننا ما نتعارك مع أي واحد إحنا مظاهرة سلمية طالعين ونطالب بحقوقنا عالم خريجة وقاعدة شهادات عليا وقاعدة تشتغل عمالة ليش وين حق العراق وين حق الشعب ما يصير يا أخي ما يصير والله ما يصير الدمار دمار بالقرآن يعني ما حد قاعد العالم كلها كلها شهادات ما كلام مسؤول طلع لا مسؤول طلع لا عبده ما طلع كل قاعدة هو توقف ترجع لي وراك بعد كل شيء واحدني الله وكيلك وظاهرة سلمية طالعين قوات أمنية عدل فرد عم يشتغل بس بعد ما نعرف بعد الأجواء الجاية بس البارحة لا اشتغلنا الشهر والجيش شغل يعني قبل كيف ضرب الحرب عن مظاهرين مظاهرة سلمية طالعين عم سلمية 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 كيف انتم الله سلمية ما عندنا اي شيء حقوق لا طالب بيه يا عالم كلها خريجة هاي شباب كلها قاعدة كل واحد شهادة بطولة ما عيد عيب الله أكبر رب ماك لا رسول طلع أي واحد ما طلع ماك واحد طلع شوخ العشائر ماك من هي ولا عشرة طلعت ماك يا شباب طلع حقوقه حقوقنا نريدها يعني ما طالبش عندنا الدولة احنا الدولة احنا ما نريد دولة عمي نريد وطن حقوقنا نريدها أمس شيء خدمات رايدينها شوارع لا تبليط لا مي لا كهرباء لا تعيينات كل شيء ماكو يعني ما يصير يجي يعني وطن رب العالم هذه ما الله خلص ثاني أمهم يعني اليهود تقام ضربين أمهم على شو ذنبه هاي كذا يحر الشمس على شنو ليش طلع العالم
شغل عسدك يا اخي يطلع لنا قصه انا ما في. هسه بعد خلاص صار نص ساعه بالميدان احنا بعدنا ما شايف انه اي شيء، بس تبع على اردون الباحه. الباحه طردونه مجلس المحافظه. قاعد بالشارع طردونه. ما يصير هيك يعني. عشان موت 100 انا قافل على القضيه، موت عشان موت 100 انا قافل على القضيه، موت عشان موت 100. يعني احنا اهالي محافظه واسط تشوفون يعني طالعين نطالبوا بحقوقنا، يعني لساني مواليد 2004 عمره 16 سنه كل شيء ما شايف حقوقه بهالبلد. تجيبه يعني انا والدي من ضباط اصغر ضابط عندكم بالحكومه يطالب برشوه، يعني داره حكوميه يريد رايد ضابط برتبات يريد من كل جندي 250 دينار، زين دارات مليون لمن يصير للراتب للمي للكهرباء. ترجع المتظاهرين البارحه طردونا واستخدمونا العنف والرمي والقمح، هسه اليوم كل ما تشوف يعني احنا طيناهم المي ما تنشربوا. تشوف ليش؟ لان احنا عراقيين يربطنا دم، احنا عراقيين. خل تطلع شغل عشائر الشيوخ، خل تشوف يعني شنو هيك؟ الى متى؟ يعني شوف مصر ثوره شهر واحد سقطوا النظام بدلوا نظام جديد. بس احنا ليش ما يتجاوز عن جماعه الشغب والمكافحه؟ لان احنا عراقيين يربطنا دم، لان تجي بي اخويا وابن عمي وخالي، ليش؟ لا من رياضه بهالبلد عايش، لا من طالب، لا من جندي، لا من عامل. تجي تلقاه من الصبح اللي يدق ب 10000 يعني كتله بساحة التعرير، ضربة طلقة كتله يرتم عائلته. مطالبكم شنو؟ يابا مطالبنا شنو؟ نريد نعيش عراقيين، شنو نريد مثلا غير مطالبنا؟ من مدارس، مستشفيات، ماكو. ما يصير مثل الامارات، استغفر الله، الامارات بطن امه ينحسب لها راتب، كلهم شيوخ معقلين. احنا عم شايفين، عم اطفال بالشارع جدي على لقمة الخبز. ايش يصير هيجي؟ ليه ما يطلع بالشارع؟ والله عمي متنا من الجوع، والله احنا شباب كتلنا من الجوع، شوف باوع كروه 500 دينار اجيت بيها، والله عظيمه، والله تدمرنا، شوف هاي العالم الشباب هاي العطاله بطاله، والله العظيم كتلنا جوع، الله اكبر، الله اكبر، يعني هسه شوف شاب مخلص دراسه ومخلص هاي وكل شيء ماكو، والله ما والله شغل ماكو، والله كلها عطاله بطاله، شوف هاي الشباب والله تبهذلني، والله تبهذلني، تدمرنا والله تدمرنا، عم تدمرنا تبهذلنا والله تبهذلنا. مطالبكم شنو يا كتب متظاهرين؟ ماكو شغل، ماكو عمل، ماكو انه يعني انا شاب شو اسوي؟ قل لي شو اسوي انا شاب شو اسوي؟ لاكو شغل، لاكو عمل، لاكو فرصه شيء انه شو اسوي انا؟ يعني شاب 500 دينار ما عندي بجيبي؟ الله اكبر، يعني شو اسوي؟ يعني شوف هاي الشباب ثلاث ارباع عطاله بطاله. يعني واحد من الضيمه يطلع، واحد من القهر، واحد شوف هاي الخريجين، هاي العطاله بطاله، هاي كله. كله ماكو، يعني اللي يحكي ونطالع ونتظاهر وكل شيء ماكو لحد الان كل شيء ماكو. يعني هسه نريد واحد مسؤول نريد فشي يجينا يسوي لنا صوره حين ماكو. كل مظاهرات قاعد يضربون المتظاهرين، احنا لا طالعين مسيسه، لا مظاهرات مسيسه، لا تابع الحزب، لا تابع على التيار، طالعين مظاهرات شعب، طالعين فقره احنا، احنا الدستور كفل حق المظاهرات حسب الماده 38 من الدستور عام 2007، اذا انتم ما تعترفون بالقانون وبالدستور قولوا لنا على مود عندنا خوش حلول، احنا نتعارك، احنا نقول لك احنا قاتلنا داعش تجي تقاتلهم، لا نخاف ولا نستحي، اخويا مو شهر ضرب وما ضرب، احنا وطننا مبيوك، احنا مبيوكين من العالم كله، يعني تابصت شيء تعال يمي، عندك امام ايران راح يدخلون الزوار، 3 ملايين راح يدخلون، لو نحسبها 50,000 على كل زائر ايراني، في 50,000 راح يطلع لنا 150 تريليون. 150 تريليون اذا تقسمه على الشعب مال واسط على العدد السكاني راح يطلع كل نفر له 150,000. اصحى يا شعب واسط، ايش وقت؟ ايش وقت تصحى قول لي مواكلانه من الفت الى الفت؟ عفنا من هاي، عفنا من هاي، عندك النفط ذاك اليوم يقولون ان النفط حصه الشعب العراقي الواحد هاي الولايات المتحده الامريكيه لا يتجاوز ال1000 دولار. عم احنا ما نريد ال1000، نريد 500 دولار.
ما نريد 1000 دولار و500 دولار. عمي مومتنا قالوا لنا اذا ما تردونا قالوا لنا عمي روح شوف لكم بلد. والله ملينا والقران ملينا. اخوانك خريجين شيرد من يتخرج؟ شيرد من يتخرج غير يتعين؟ يكون نفسه؟ زين اخوك قاعد ابن عمك قاعد هاي كل الشباب شنو يعني ذنبها قاعده؟ ليش؟ شريد انا من الحكومه قاعد مجلس محافظه لا يسمعني هنا حالي حال الكلب للاسف الفل هاي الكلمه ومع احترامي لاخوتي حالي حال الكلب هنا ما يطلع يحاكيني ليش ما يطلع يحاكيني؟ من يطلع يا اخي من يطلع؟ ليش ما يطلع؟ ليش ما يطلع؟ شنو مثلا؟ مثلا انا مو بشر وهو بشر زين الله خلقه واحده ونزله ليش؟ ليش ما يطلع؟ يجي هنا يوقف حاله هو شنو هو خادم؟ هو من الصعده؟ من الصعده هو خادم؟ ننزل هنا يجي يحكي ويا الاخوه ليش ما ينزل؟ ليش؟ مثلا شنو هو رب واحد نزل من السماء؟ يعني هي محافظه هالقد ترى احنا واسط، انا اريد احكي شويه اريد اخص المحافظه، هالقد والله منفذ روح المنفذ هز رباطه روح شوفه عوف الاحدب عوف الاحدب روح بس المنفذ قسما بالله ماكو تمشي على ذهب بس المنفذ كله ذوق كله ذوق شرطي نسى كتب 100,000 مكان 10,000 ذاك يا سجين هو نسى بس بينما مسؤول من يجيبوك من يجيبوك ها ما حد يحاسبه ليش؟ لان واسطته ما اعرف منو اول وحده اريد اعتب على ابناء المحافظه كبار بالسن شياب ليش ما تطلعون هالشباب ذولا؟ مو اولادكم؟ طلعوا ساندوم حتى لو توقفون ساندوم اثنين طالبوا بنظام رئاسي ملينا من ذولا الاحزاب اللي ذيول وتابعين الجهات خارج العراق ما دمرونا ذولا الشباب يردون عمل يردون شغل فكافي كافي كافي بو كافي بو كافي فساد وعيب على الشرطه انت يا اخوان هم بالظلم اللي احنا بيه لا تضرب اخوك المتظاهر هذا جاي من ظلمه وانت عندك ظلم ليش تضرب اخوك المتظاهر؟ طالعين من اجل الشعب من اجل الشرطه من اجل تغيير النظام من اجل تغيير النظام ونظام جمهور الريد رئاسي من اجل تغيير جميع طلع قلع الفاسدين من العراق البارحه طلعوا كليتهم من مظاهرات اجوا المكافح مال الشغف شالوهم كلهم وكلهم شالوهم هسه بالسجن من يطلعهم؟ شبابنا كليتهم كم اخذوا؟ تقريبا 80 نفر اخذوا احنا طلاب سوينا رابطه بالفيس لبسنا الثوب الابيض اللي دال على انه مظاهرات سلميه احنا مظاهراتنا سلميه كل من يقول انه هاي مظاهرات قاموا يستخدمون سلاح وواجهون الشرطه كلهم يكذبون عليه طبعا ولا واحد طلع هنا وشال سلاح كلهم يقولون شو السلاح ذول مدسين ما نعرف من وين هسه اي واحد هنا تشوف مطالبنا اولا تغيير الدستور الدستور قام ما يكفي اي مواطن تغيير وجوه مال الحكومه من ضمنهم رئيس وزراء عادل عبد المهدي وعلى والمحافظ كذلك يعني البارحه احنا خلي ذكر من طلعنا على موده طلعنا احنا قبل تقريبا 3 أشهر 4 احنا على موده طلعنا كلها مظاهرات الناس كل البارحه يتكتلون ليش ما طلع اليوم؟ ليش ما يعتذروا الناس؟ هذا المحافظ؟ محافظ اي وينه؟ خليه يطلع يلا هم عبالهم عود احنا مثل هم عبالهم عود احنا مثلهم احنا ما نقدر خليه يطلعوا احنا ما نقدر ماكو اي شيء كل شيء بيصير عليهم بس خليه يشوفون الطلبات مال المواطنين ماكو اي مطالبات يعني سياوي اللي يطلع ولا واحد يجي يشوف شنو مطالباتكم لا رئيس وزراء طلع لا محافظ طلع لا قائد شرطه كل شيء ماكو يجون بس قوات الشغب يسجون بالمتظاهرين ويروحون على اساس مندسين شنو الاندساس؟ وين الاندساس بالموضوع؟ يعني واحد طلع على مود حقه يسموه مندس؟الساعه 2 الظهر احنا موجودين بالتقاطع هنا فاجى عميد قال اخوان بكن ما قاعدين هنا وقاطعين الطرق روحوا يم مجلس محافظه فاجى احد الاخوه الملثمين ما نعرف من هو مندس او غير مندس من المتظاهرين انا ماش من المتظاهرين كلها لان اكو بيها مندسين من قبل الاحزاب اجى خربوا التظاهره شتم العميد اجى بقياده عقيد علي ابو المحافظه ضربنا بالطابوق
انا البارحه الساعه بالليل يلا طلعت من المكافحه اكلت لي صونتين وكتبت تعهد بانه ما اطلع تظاهره. والشيء الثاني البارحه حميد علي هنا انا كان الجلمود هنا انا قعدني حالي حال الكلب هنا انا قعدني بالتراب لحد ما جت الشغب شالوني. وشكرا. مطالبكم شنو هي مطالبكم؟ مطالبنا الغاء الاحزاب، الغاء مجلس محافظه. مطالبنا تعديل الدستور. المطالب مالتنا حبيبي. المطالب مالتنا الغاء الاحزاب، الغاء مجالس محافظه، الغاء البرلمان، تعديل الدستور كله. لان هذا الدستور امريكي ما خلاه الشعب العراقي من الاخير. المسؤولين يحاولون يحصلون بخانة ان ذولا مندسين وذولا يحاولون يخربون وذولا هاي تشوف ذولا جاي يشوفوا من المتظاهرين هذولا كلهم ابناء شعب لا منتسب الواحد ولا منتسب الدولة. اكو اشخاص منتسبة الاحزاب منتسبة الدولة داخل غير ايران وغير ايران والسعودية وغيرها وامريكا هذولا ما يطلعون. ليش ما يطلعون؟ ما يهمنا الوطن، احنا نريد وطن، احنا نريد وطن، نريد وطن بخدمات. ليش المتظاهرين شايل علم عراقي يجي شو اسمه المنتسب يضربه وش اسمه ياخذه يعتقله؟ هو شايل علم عراقي طالع بس بعلم عراقي لا سلاح لا غير شيء، ما طالع بشيء، يريد حقه، احنا نريد حقنا، نريد ناخذ حقنا، ما عندنا غير شيء. حقنا لا من مسكن، لا من وظيفه، لا من تعيين، كل شيء ماكو. ليش هاي الشركات الاجنبيه اللي جايه بالعراق بها؟ انا كنت بشركه، انا من ناس كنت بشركه، شركات بدر وشركات الحسينيه. ليش كل شركه بها 5000 موظف اجنبي و300 عراقيين؟ انا من الناس كنت بشركه واعرف هاي كلها حرم. 5000 موظف اجنبي على هندي على كوري على بريطاني والعراقيين 300 200، ليش هيك؟ مو هذا مو عراق، هذا مو ان هذا مو حقنا؟ ليش ما ناخذ حقنا؟ طلعنا على مود اقل حقوق بنا هي فرص عمل للشباب، شباب واسط، واحنا نطالب العالم بالخروج لهذه المظاهرات، مظاهرات سلميه. فاحنا نريد فرص عمل، نريد تعيينات، نريد تبليط الشوارع، هاي كلها ماكو، واحنا طلعنا كمظاهره سلميه. يعني ما نريد اقل شيء من الحكومه هاي، حكومه الله سلطها علينا، الله نبع علينا بلاء من 2003 لحد الان. الله ينتقم منهم. الله ينتقم منهم، هاي كلهم حراميه. قوات الامنيه شلون المتظاهرين؟ هسه لحد الان كل شيء ماكو. نعم. كل شيء ماكو. وننتظر احنا والله كريم. شو طالب المستمرين؟ طلعوا لكم مسؤول طلع لا ولا واحد طلع، لحد الان ولا واحد طلع، ولا واحد قال ايش تردون؟ مستمرين. ايش بيكم؟ ومستمرين ان شاء الله ونبقى هنا نبقى هنا. يا المحافظ عضو مجلس رئيس مجلس ولا واحد طلع. ولا واحد. وهي جت انتخابات وتعالوا انتخبوا. وتعالوا ابد بعد طلعوا الانتخابات ما نطلع ماكو اي انتخابات اي انتخابات ماكو على اساس نطلع ننتخبهم وهم ترجع نفس الزبايل نفس الزبايل ترجع هم يبقون بيك ويرجعون وهم كلهم مرد المحافظه هم اللي انتخبوا مرد المحافظه من يجي غريب مظاهره سلميه بكل المحافظات ابت المظاهرين بكل المحافظات المظاهرين تأذت، احنا هنا شباب مظاهره سلميه عطالين عن العمل، انا اللي احكي لك خريج جامعه واسط بكالوريوس اداب فلسفه ابي حاجه بلف الشيشان. خوش قاعد ايجار متزوج عندي اطفال. اسمع عبد المهدي الكربلاء ما يطلع يعني لا يهم يعني من يطلع يقول الفقر لا يهم انا الاجر ب 300 يعني يوميا اضم 10000 دينار الحاجه بلف شو اطلع؟ هاي الشعب كله هاي هاي العالم اللي طالعه مظاهرين وداعتك وعلي والبلديه تركض وراني او وسام الله يرحمه حرق روحه يبيع بطل زاهي 2000 يربح عسيه 1500 حرق روحه بسبب الفقر مالته البلديه انا بعت موز ذيك المره البلديه اخذوني داسوا على نعمه الله على الموز ابو البلد وعرفه الاقرع ابو البلديه داس على الموز الشيشان يوميا مشيلين هذا المحافظ ما يفيدنا لا تقنعون المحافظ بنا رصيف بلت شارع هاي مو مالته هاي سابقا هو حركهن سوالي كوت نشرات شنو ايش عندي اني ايش عندي بس مرخصتك اريده يعينني يعين الشباب سؤال اجت بس مرخصتك اجت هاي مال كهرباء تذكروها كلكم بديتوا على مال كهرباء تعيينات والله شنو اجور يوميه قابلين ويايته انا اسمي علي ما طلع بهاي التعيينات
يجي حضرة جناب الأستاذ المحافظ القديم، شو اسمه المحافظ القديم؟ حجي ما تبرر من الحج محمود ملا طلال، أنا عندي عرف بالكهرباء يقول 75 نفر متعينين بهاية وتدري بيها أنت وكلها عجائل، يعني لا ما أصير على حزب، يعني أنا سيد من بيت الحكيم متبرر من يمهم، يعني أنا إذا ما أصير على حزب الدعوة على حزب كذا كذا إلا أتعين، ما أرد أصير على حزب عم المهدي ناعلهم هذولا ما بس مرخصتك، الأحزاب ما تفيدنا، المرجعية ضامة راسها، عبد المهدي الكربلائي يطلع كل جمعة، الدنيا محترقة والعوز وصل بينا اللي جاي، الأخو ما يفيد أخو يسولف لي، يسولف لي على على الحسد، يسولف لي على غسل الجنابة، شو أسوي بغسل الجنابة عمي؟ إحنا مو غسل الجنابة، عم الحالة النفسية خليك حتى ما عندك وتفتهمون، خوش يسولف لي غسل الجنابة، هاي وحدة، اثنين اثنين بس مرخصتك اثنين، تحياتي واحترامي السيد مقتدى وعلى راسي والكل المعممين ما يخالف على راسي، ليش طلعت وسحبت روحك من هاي المظاهرة؟ قلت أنا مالي دخل، ليش 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 قلت ليش قلت أنا مالي شغل؟ زين هاي وحدة، اثنين هاي راحة العالم دمها بهاي المظاهرة من ياخذ حقها؟ اريد تعيينات، عاطلين عن العمل، خل اسولف لك سالفه، عاطلين عن العمل، ذبيت عن العاطلين، واحد خابرني قال لي اسمك موجود، رحت على البطاقه قالوا ما موجود، ولليوم صار لي سنه مال عاطلين، ليش ما طلعت؟ ليش؟ لما كملت بطاقه تومينيه، والله الا شنو؟ اطلع بطاقه تومينيه، ذاب عليها، صار لي سنه ونص يقول لي ما تطلع، ليش؟ شوارع تعبانه، الناس تعبانه، اندرمره، اي واحد يجي وياي من يومكم بثلاثه بالليل اندرمره تبيع قواطي، تلم قواطي مره تلم قواطي، مو عيب، مو هذا بلد النفط، بس نقرا جغرافيا، البقعه السوداء كان بالطياره يطير ما يشوف من النخول من التمر، عمي حكومه فاشله وما تفيدنا وانفقرنا، انفقرنا، تعرف شنو انفقرنا؟ فلوس ماكو، ماكو فلوس. وصل حدها، وصل حدها. خوش وصل حدها، بيناتنا العباس ابو فاضل وهاي العالم كلها تسمع، بيناتنا العباس ابو فاضل، مو هذا وسام حرق روحه؟ وعلى حرق روحي. يعني حرقهم هم شنو؟ الدبنيه وبسببهم، خريج جامعه انا، شريد. ذاك اليوم ولد قلت له عيني قال بالبلديه والله 15 ورقه، كالناس 15 ورقه، ليش؟ ليش؟ بس افتهم ليش؟ تورطنا جامعه انا قضيت عمري اروح مشي وارجع مشي وابي حاجه بلف من تخرجت على شنو؟ ليش؟ كل شيء ماكو عمي، انفقرنا، مرجعيه ما تفيدنا، المحافظ ما يفيدنا، كلها ما تفيدنا، لا ايراني لا لا، وخلي ازيدك من الشهر بيت، مرخصتك مرخصتك، اكو اخبار، اكو اخبار جديده، جديده اكو اخبار، مع احترامي اكو جديده اخبار، اللي ببغداد الشعب المتلثمين ضربوا المظاهرين ايرانيين ذوله، خوش حكومتك بيد ايران، عبد هذا عبد المهدي ما يفيدنا عمي، ما يفيدنا الاحزاب، ما تفيدنا دمرونا، ما تفيدنا الشعب يريد تغيير النظام، الشعب يريد تغيير النظام، الشعب اليوم طلعت هاي الشباب، شباب الكليات، شباب الجامعات، المعاهد، الخريجين، طلعت تطالب بحقوقها، لان اليوم الشاب العراقي جاي يخلص دراسه يطلع لا يحصل عماله وما يحصل، مع العلم هو يعيش ببلد المفروض اول ما يتخرج يحصل وظيفه ومصدر رزق، اليوم اغلب الشباب يوصل عمره 30 35 سنه ما يقدر يتزوج لان ما يقدر يوفر قوت يومه، ماكو ماكو اليوم ماكو اي 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 حق للشاب العراقي او اي فرد عراقي جاي ينطي من قبل الحكومه، اليوم المطلب الجماهيري الوحيد من قبل هاي الجموع اللي طالعه انه تتغير الحكومه وتجي حكومه جديده، تجي حكومه جديده تنهض بواقع الشعب هذا، وكافي عاد خلي العالم تطلع، خلي تكون عندكم روح حس انتماء بالوطن، روح الانتماء بالوطن، هذا وطنكم ترى، ما حد يلف فيكم، ما حد يلف فيكم، هذا وطنكم، تروحون تردون، تصير تابع لايران، تصير تابع للسعوديه، تصير تابع لتركيا، انت عايش هنا بهذا الوطن، خليك بهذا الوطن ودافع عنه وطالب بحقك. بالبداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبارك الله بكل هاي الجموع الغفيرة عالي واسط، وحيا الله هاي الضمائر الحية، مطالبنا أن تسقط هذه الحكومة الفاشلة، لأن صار لها 16 سنة تضحك علينا، دورة تتبدل بدورة نفس الحكومة ونفس الفساد ونفس الظلم وما تغير شيء، فمطالبنا هي تسقيط الحكومة وحكومة قادة جديدة، هاي المطالب لا أكثر ولا أقل. أحد مسؤول طلع عندكم؟
ما عندنا كل مسؤول طلع عنا ولا اي واحد قاد المظاهره ولا اي واحد تدخل. احنا مجموعه شباب فقره يعني طلاب كادحين خريجين كل هاي الطالعه ما حد قايده ولا حد دفع طالعين من اجل الوطن والعراق. منين ابدي لك؟ منين ابدي؟ منين احكي؟ ما ابدي لك من مرجعيه؟ منين؟ من هذا الكربلائي الفقر ما يهم شنو اللي يهم؟ فهمني شنو اللي يهم؟ هسه راح تجيك هاي المتظاهرين شوفها كلها راح تجي الاربعيه كل من عنده موكب وكل من يخدم هذا كله حرام. الحسين جاي على ثوره ما قال لك روح زورني. هي هاي الثوره العالم كاتب الفقر والضيم راح سوى ناكل بالمواكب وما ادري شو عمي ما يصير كافي ملينا الحكومه فاشله المعممين فاشلين وين مين تجيها وين نحطها كافي عم عيب حتى العيب ما يشتغل عندهم هذول مال القنادر. صحيح من الحكومه للبرلمان دقيقه خلي اكمل احرار خلي اكمل اول شيء المرجعيه ما تفيدنا ولا طلعت حقوقنا المرجعيه مجرد حبر على ورق كل شيء ماكو اعطيني شيء سويت لي المرجعيه والله شنو جهاد الكفايه جهاد ليش كفايه ايش؟ احنا طلعنا خلي يجي جهاد على حقوقنا لا تيار الصدر جهاد على حقوقنا ما لك عوض ذم الاحزاب في دول عينك الاحزاب ما تفيد يا عمي ما تفيد الاحزاب يا والله مع الاسف مع ناموس المحافظات شوف اول ما تبدي الكوت بس تبدي شلون الفوار نفس الفوار حطيته بالماي فوار رجع نفس الشيء وطلعت المحافظات هاي ترى ما يسوون شيء الكوت انا من الكوت كل شيء ما يسوون هيك شيء النفاخ ويرجع يا النفاخ ويرجع والله لو بحث لو عندنا امكانيه هالمحافظه احرق شوف هاي كلها فاسدين وكلها كلها عالم باقت اصواتنا ما غير فاسدين تعال هسه اعطيني واحد عنده اعطيني واحد مجاله فلوس هسه اعطيني واحد مجاله فلوس